من هو المؤتمن؟ هو اللي عمل بأمانة ما كلف به. الله لن يتكلم إلينا إن لم نكن مؤتمنين على كلمته. أنت بتعمل ومدي نفسك درجة 50%، ومدي نفسك درجة 70%، ومدي نفسك درجة 95%، فأنت شايف أن أنت بتعمل. الائتمان والأمانة ما هماش 95%، لازم يبقوا كام؟ 100%. وهذا هو السبب، أو هذا هو السر اللي بيقول ليه الله بيتكلم لفلان وليه ما تكلمش لفلان. لأن سر الرب لمين؟ لخائفيه، ولهم يعلن عهده. التقييم اللي انت مديه لنفسك عديم القيمة، ادي نفسك زي ما انت عايز، لكن التقييم هو أن يأتمنك الله. أن يأتمنك الله معناه أنه طاعتك وتدقيقك وإخلاصك للصوت بتاعه وللكلمة بتاعته وطاعتك مهما كلفك ومهما سبب ليك. أن الله تكلم إلى إبراهيم، الله لو كان قال لإبراهيم ارمي نفسك من فوق الجبل كان بقى أسهل كتير قوي قوي من الطلب اللي هو تكلم به إلي. خذ ابنك وحيد الذي تحبه إسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أعلمك إياه. مش تحدي بعد كده، تحدي ليه؟ مش للطاعة، تحدي للطاعة، تحدي للإماتة، تحدي لإفناء الذات، تحدي للإيمان، تحدي لكل شيء. رد الفعل: بذاتي أقسمت إني بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. أحبائي، عشان الله يتكلم وعشان الله يأتمنكم على كلمته ويأتمنكم على أقواله، اوعى تكون فاكر ان الكلام عند الله سهل كده زي ما احنا طول النهار قاعدين نتكلم. مسألة بالنسبة لله مش كده، لأن كلمة الله أصلها حياة خارجة من الله، فما بيرماش في الهواء كده، لكنها بترسل من إلى. فعشان الله يرسل ليك كلمته ويتكلم ليك، لابد الأول يأتمنك. يأتمنك يعني تكون أمين على الكلمة. أمين يعني اللي قاله هتعمله، هتخضع ليه، هتنفذه مهما كلفك. بذاتي أقسمت إني بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. وأما الذين يضيعون عمرهم ويضيعون أوقاتهم في غير ذلك فإنهم يفنون الأيام دون أن يباركهم الرب بالبركة ودون أن يكلمهم الله بالكلمة. ربي يعطينا نعمة ويحسبنا أن نكون أمناء ويأتمننا على كلمته. آمين. يمكنك المساهمة في الخدمة عن طريق التبرع عبر الطرق الآتية: من مصر عبر الحساب بالبريد المصري كنيسة أثناسيوس الروسية الأرثوذكسية، حساب رقم 0-101-1029-63-48-18، أو عبر فودافون كاش 0-10-66-16-82-84، وللتبرع عبر الإنترنت من خلال الروابط أسفل الفيديو.